لا يكفي أن نضع رؤية وغاية ونحلم بها، ولكن لابد من وثيقة تحكم قراراتنا ومرجعية أخلاقية توجهنا في لحظات العواصف والتغييرات. اكتب رسالة حياتك لتكتمل منظومة برنامج وجه حياتك، وتضع قراراتك في أرض الواقع بكل ثقة. رسالة الحياة تضع لك مبادئ ترتكز عليها عندما يحدث تعارض في حياتك أو تأتيك فرصة مغرية قد لا تنتظم مع قيمك.